شوفك يعني بعدين بدور تبي شيء صدق صراحه، يعني انا هم ما الوم العنصر النسائي والنائبات او النواب اللي موجودين اللي هم العنصر النسائي داخل المجلس. اذا احنا قاعد نشوف مجلسنا هني وكل يوم الثاني طاقين بعض، هذول هم بنات يعني ما يعني بخوفك تقول كلمه، هي هم تفكر تقول اقول كلمه الاقي لي شيء طاير يعني قال ولا ما تسوى عليه. المره يد قالت انا برشح نفسي بصير عضو مجلس امه او بصير نائب، انصدمت ان لما اخذت المنصب كل شوي الثاني استجواب، في ناس اكبر منها قاعدين يتحكمون فيها ما يخلونها تخطي الخطوات اللي هي تبيها. ما في مجال، ما في محسوبيه، في حب خشوم، في واسطات، في 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 اشياء فوق ارادتها. يعني في ناس واقفين في طريقه، في ناس بتحاول تمنعهم يعني هي لما تجي تسوي انا بنزل قرار يغير المجرى السياسي بالكويت او يغير تنصدم ان في ناس اكبر منها هي ما تقدر لهم يوقفون بويها ويعيقون هالشيء. ليش؟ لان ربعهم هم اعضاء مجلس الامه الذكور داخل جروبات. بدر صاير عندنا يعني عضو مجلس امه لما يشوف يعني عشان ابين بس نائبه، هو نائب بس عشان بس ابين، يعني لما يجي نائب يشوف في نائبه راح تنزل قانون راح يكون يبرز اكثر منه، يبرز نفسه اكثر ضده او راح يوقف مصالحه. شو يسوي هو الحين؟ عنده ناس واصلين من معارفه، يقوم بمعارفه بطريقته يلفها ويدورها يخلي هالقانون ينرفض او يقعد يحرش اللي وياه او ربعه اللي بالمجلس عليها انه لا توافقون، ترى اذا وافقتوا راح يصير كذي راح يصير كذي راح يصير كذي. البلد راحت فيها. اي خلينا نفكر في البلد. قاعد والله انا يعني انا مو بالمجلس يعني. ولا بالسياسه. اي فلان سب فلان بالمجلس، وين قاعدين؟ يعني وين قاعدين؟ وين قاعدين؟ هذا مجلس. لا لا تقولي وين قاعدين، حتى بالدول الكبرى صار طيب. بس احنا عمرنا ما كان عندنا كذي بالكويت. اهم غير يعني بس احنا مريم بدر احنا عمرنا ما كان عندنا كذي بالكويت. الاسلوب ما كان في موجود بالمجلس. بالاستجوابات ما استجوابات ما كان في الالفاظ اللي قاعد تنقط على بعض. هو الغلط لما يسوي ندوه ببيتهم يجون ناس تطقه، خلي الناس غلط اوكي انت صح. اللي بعده انت تقعد والله قدامي تدشوا يوتيوب وشوفوا وتنصدمون بالمجلس. يقعد يسب نائب اتغلط على 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 عوائل وعلى قبائل يقومون غير يقومون لا ان شاء الله شو يقول؟ خلاص 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 انت مو قد اللي قاعد تسوي، انت انسان اسمك نائب يعني انت تمثل الدوله، انت حتى لو اسلوبك ما كان زين مع الناس انت لازم تعدل الفاظك مع الناس قدام الناس صح؟ عشان الناس تحبك. انت شنو انت مفكر تاخذ فلوسك وتمشي تبي تقعد على الكرسي وخلاص؟ بالعكس كل من يقدر يقعد على اي كرسي وياخذ فلوس، بس هذا منصب مو اي احد يقدر ياخذه. فبليز يعني خففوا يا جماعه شوي شوي علينا. اتمنى ان شاء الله ما في احد. لو بس المحسوبيه تنشال من الكويت، لو بس حبل الخشوم والواسطات تنشال من الكويت، صدقوني هالاربع نائبات يعني بيسوون شيء عمره ما صار. ان شاء الله احنا نتمنى. دليل ان احنا قاعدين نشوفهم مثل ما قالت ميمي قاعدين يسوون قرارات وايد، لما ينزل بس الهيدلاين مال القرار بالجريده احنا نقول يا رب. ايه ينرفض. مقترحات قاعد يقدمون يعني مقترحات قاعدين يقدمون مقترحات الريايل ما فكروا فيها. يبغوا الشعب هم اللي يوقف معاهم. تقعد تشوف ميمي يوقفون معاهم شو يسوون؟ احنا نسوي سترايك. ايه لان قاعد تقول انا لو يوم من الايام صرت نائب مجلس امه راح اغير المجرى السياسي بالكويت. لا خليني اقول لكم شيء، هو في شيء غلط هذا يعني راح اقولها. راح اختم وعلى السريع كذي راح اقول انه مو كل حق يعني مو كل حق مشرع ان المواطن يستخدمه او عضو او نائب مجلس الامه يستخدمه لازم يسويه. حق الاستجواب هذا شيء مشروع حق النواب حلو، بس لا تستخدمونه الا بالضرورات. زين الشيء الثاني اللي ابي اقوله ان انا ما ابي الشباب او مثلا الشعب الكويتي ييأس من وجود النواب من العنصر النسائي بالمجلس. يمكن هذيله صارت اشياء خلت انه يطلعون بصوره انه هم ما سووا شيء بس فتحت خير لهم. اي بس شيء حلو ان احنا مثلا واكبنا الديمقراطيه وطلعنا يعني سمحنا حق العنصر النسائي انه يدش بالمجلس. فاتمنى ان انتم يعني الشباب اللي من عمرنا يكونون واعين ويعني من الانتخابات الجايه شويه يعني يتعمقون اكثر بفكر كل نائب مرشح روحه او مثلا يعني كل مرشح ويتعمقون اكثر يدشون حتى ممكن انه يكلمونه هو شخصيا لا بس يشوفون مثلا بالتلفزيون وهالسوالف وبس. هذا اللي عندي. انت اتوقعت بتصيرين كونداليزا رايس الكويت؟ لا هي راح تصير رايس بس بدون كونداليزا. هي تعتبر اقوى منصب نسائي بالعالم صح؟ اتوقع ما لا ما لا 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 اقعد افتي اليوم. يلا ايش رايكم؟ انا والله صراحه بخاطري يعني شي بما ان انت ميمي يعني في جعبتك حكايه هسه اليوم نريد نسمع منك شيء حلو حق قبل لا نسمع شيء حلو خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع مع تتش الحلقه.
هلا شباب، ردينا لكم من الفاصل الصغيرون هذا وخلصنا موضوع العنصر النسائي والسياسة هني بالكويت. وبس مشكور على البسكوت اللي ضيفنا فيه بالفاصل. ترى على الفكرة هذا أنا بايقة. مو بايقة عدل، ناشف واقف في حلقة. تقول مو بايقة عدل، ليش يعني كان يبوقع عدل المفروض عشان يصير لين؟ اسمع أنت شوفه هذا إحنا بقناه، أنا ما أدري إنه بنكهة الموز صراحة يعني، فما أدري. بس حلو ترى. أنا ودي أعرفه بسكوت منه هذا. اوكي دريت انت بسكوت منه. انزين يلا ندش بتاتش الحلقه. تاتش حلقتنا الحين شنو الشيء، هي موهبه، هي وظيفه، هي شيء يعني انت ودك تسويه بس مستحيل 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 انك تقدر، يعني الله ما كتب هالشيء حقك. يعني احنا عطينا لكم مثال انه واحد صوته نهائيا ما ينفع، لو يدرب مني ل 10 سنين انه يغني ما راح يقدر يغني، بس هو حلم حياته انه يكون مغني. بدر انت قصدكم الحين انه بهالتاتش هذا انه اي شيء تتمناه ودك يصير عندك او انك تسويه؟ ايه ودك انت تتمناه. ما تقدر. لا ما تقدر، الله ما كتب لك. لو مهما تسعى له خلاص هالشيء مو مكتوب لك. اي شيء ممكن. كم بلش بساره؟ بساره. لا ما انا وجه التبليش انا. انت يلا. انت وين وجه التبليش؟ يعني في لكل شيء له امل بس فتحته صغيره. ايه. انا نفسي اكون اعرف اسوي برزنتيشن احسن. اكتب بطريقه يعني اي نو ام سمارت وكنت ممتازه في المدرسه وكذا، بس ما تقدرين توظفين الكلام اللي بمخك على لسانك. yeah. عندي شيء مثلا من النوع اللي افهم بس ما احفظ. يعني باختصار ودك تكونين متحدثه من الدرجه الاولى. يس yes. بس يعني ودك تكونين لبقه. هذا يعني شيء هذا شيء تقدرين تدربين عليه. شايف كيف لما انا واعيه وعارفه لكل شيء اللي حولي. إيه؟ ومشاعري صاحيه بس نفسي طريقه كلامي تركيز تمشي. هي شنو يحتاج بس تركيز. لو عندك لا والله مو تركيز صدق، مو انت لو جبتي التركيز راح تنطلقين بالحديث. سويتي براكتسينج على الموضوع تدريب؟ شوف هذه هي المشكله، انه انا مو كنت في السعوديه لفتره معينه وبعدين رحت كندا. ايه عاد كنت شاطره في اللغه العربيه وبالقواعد وبالتعبير وكله، بعدين رحت نقلت الانجليزي صار كل تركيزي هناك. ايه وبعدين الحين رجعت الميدل ايست. ايه عاد انا صار عندي نوع من ال نسوي لك فورمات ان شاء الله. اسرار انا حابه افكر نفسي. هي جاوبت اول الحلقه اسرار على تاتش الحلقه. انت حابه تفكرين نسمين بس هذا. وشيء ثاني اعرف اسوي نفس دايت كنتاكي. صراحه انت عجيبه. اشتغلي عندهم شهر وما يبوني. بس امانه اسرار اذا عرفتي الخلطه السريه هذه مالت سرها لذيذ تكفين، لازم تسوي لنا وتجيب لنا سر. ما حاولت بس ما قدرت. حركت الديار. ورك شنو صدر؟ ورك جناح فخذ عريض. عريض ليش في فخذ ضعيف؟ إيه في فخذ عريض وفي فخذ. ستريبس حار. أوكي أوكي عشان فقرة ميمي. أوكي أوكي ميمي. الله متى نخلص الحلقة؟ يلا كمل بسرعة. من قالت ابغى اكتشف الخلطه السريه اكتشفت انها ما راح تفكر. زين هاي من الشيء اللي انا ودي يكون عندي، ودي اكتب شعر. طلع هي وين وانا وين؟ ودي اعرف اتعلم شلون اكتب شعر. تفكر يا جماعه شوفوا شو تفكر بحاله، يعني بحاله ان انت كنتي متضايقه، فكري الوقت اللي تكونين فيه متضايقه اكتب خواطر بس ابي شعر. شفتي ايه اللي يخليك تكتبين؟ انت لما تكتبين خاطره انزين تصير عندك ان انت نوع من الشعور ان انت تريدين تكتبين الشعر كامل. هنا ما تساعدك حمود، هي صح ترى الشعر موهبه. اي يعني انا وايد اقرا شعر، وايد مثلا اسمع اغاني، اقول الكاتب شلون قدر يوظف اللي بمخها. انا ابي نزار قباني بهالطريقه. نزار قباني إيه؟ يكتب يعني يسوي شرخن في الحنايا ينوح. شو تقول؟ لازم تتعلمين الشرخن بين الحنايا ينوح. شرخن في الحنايا ينوح شنو هذا؟ شنو حق حتى لو خذت دورات، حتى لو هذا الشعر موهبه سبحان بأي الله. باي صيدليه القاه؟ صيدليه كنتاكي. اهلين بدر. بدون. لا ميمي صح. انزين يعني قعدت افكر شنو في شيء انا خلاص الله ما كتب لي. وانا صغير قلت لكم بالفاصل كنت بالجزيره الخضراء رايح ويا اهلي يعني كذي ونبي نستانس، فلقينا عرض ما ادري هو جمباز يسمونه او جمباز سيرك، هو نفس السيرك بس ما كان سيرك يعني في عزكم الله حيوانات وكذي، لا كان في بس يعني شباب وبنات صغار تالنت يعني كانوا من النوع اللي يسوون عروض، يعني يسوون هم من نفسهم فوق بعض فيسوون جبل يتكوكسون وكذي، كان فيهم ليونه ان عادي عنده مثلا يوصل راسه لريوله او عادي عنده مثلا لورا كذي ويطلع راسه من تحت.
انا لما طالعت دمعت عيني ودي اسوي كذي، كان عمري تقريبا 13 سنه 12 سنه. هذا في مرونه. مرونه هذا مرونه. لما رحت امي لما شافتني مدمعه عيني ودي اسوي كذي، فمسكتني ودتني حق، هم كانوا جايين من ايرلندا اعتقد او هولندا، فودتني حق المدرب مالهم، قالت له ودي يسوي كذي يعني وين اروح وين اودي. هو طالع طولي، قال لها كم عمره؟ قالت له 13 سنه. فقال لها علشان يصير نفسهم يا يبلش من 3 سنين او 4 سنين ماكسيموم او ينسى هالموضوع طول عمره. الله اكبر. انت طبعا لان في مصر لازم تنكسر يعني في عضلات تكسرها، ينسى الموضوع. ولا اكبر معجزه بالعالم تقدر تخليه بهالليونه اذا هو تعدى 4 سنين، اي لانه وانت صغير تكون لين. فصدق حزت بخاطري، صدق ودي محمد. اتمنى هالليونه انا والله. تبون الصدق؟ وهو صدق انا يعني بخاطري شيء، بس المشكله ما راح يصير لانه صوت انت طلعته. ايه شنو صفاره بخاطري بالفانوس السحري. لا احنا ما نبي شيء خيال، ايه نبي شيء واقعي. شيء واقعي اوه. انا كله اشوف فانوس سحري فانوس سحري، ودي انا هذا الفانوس السحري يطيح بيتي. اوكي بس ادري انه ما راح يصير. لا هذا شيء فانتسي خيال. ايه نبي شيء واقعي. زين ودي لو عندي بنك بس هم خيالي. محمد شفتي؟ ايه انت والله انت عجيبه. نفس بعين ليزريه صدق. نفس عيني صدق. تتمنى تكون عينك حاره؟ لا مو عيني حاره. فهمي اكثر، هو يعني عباله ليزريه عباله عيني حاره يعني قصدي شوف خلاص فهمي. قصدي اني اكون انا الرجل الخارق، اقدر اشوف الشيء اللي ورا الطوفه، واقدر اشوف اللي ورا الطوفه شنو اللي ورا الطوفه الثانيه. واقدر اشوف الحين اللي قاعدين مثلا بالكنترول ايش قاعد يسوون. هذه موهبه خارقه المفروض كنا نجاوب عليها بتحقق قبل. عرفت؟ فيعني انا يا جماعه عادي ممكن اصير مستحيل يصير سوبرمان، وممكن اصير سبايدر مان، ممكن اصير سحلية مان. يلا انزين اقول اليوم شنو فيه؟ ايه؟ ما راح اقول اليوم شنو فيه. ما راح تقولين شنو فيه؟ ما راح، خلاص انا عصبت وزعلت وما راح اقدم. لا لا ميمي تكفين الله. لحظه لحظه ميمي تكفين الله يخليك. لا لا ترى ما نقدر، ترى افلام الكويت ما تمشي اذا انت ما قلتي. بقول شو اسمه اليوم راح اتكلم عن الافلام اللي راح تنزل باكر بسينمات الكويت. حلو. راح ينزلون 6 افلام. اوكي زين. 6 يدد. 6 يدد كذي اوه زين. في كم فيلم؟ 6 موفي. اي في كم فيلم وايد وايد حلوين، راح اقول لكم ايهم الافلام اللي انتم يعني انصحكم. طبعا ما لها داعي، في افلام ما لها داعي، وفي افلام نازله متاخر اساسا يعني كانت بالبوكس اوفيس شهر 5 توها تنزل الكويت. حلو زين. يلا نشوف الافلام. اول فيلم ما نشوف ما نشوف. انا قلت شغله ميمي انت لان ما شاء الله عليك وايد عندك افلام حلوه، واكيد انت اليوم محضره لنا افلام خطيره جدا. عاد احنا على طاري الافلام هذه بدر ودك نروح الفيلم اللي هي لا انا ودي انا وياك نروح هناك وهي تيتوغرافي. إيه صدق تعالي شلون تجيني لان احنا نحب نعيش بدور ان انت بالسينما وقاعدين وشبس وبطاط وهذا. يلا اوكي خلينا نشوف. نشوف تريل اول فيلم راح ينزل بالسينس كيف. You're dead. Right now. I've killed you. I'll do better next time. Tell me again. Adapt or die. Think on your feet. Even while I'm asleep. You wanted to speak to me? It's okay. Thank you for the food we are about to eat. الفيلم الأول اسمه هانا، زين بطولة إريك بانا وسايرس رونان. الفيلم أكشن غموض وجريمة. قصة الفيلم باختصار بنية عمرها 16 سنة تربت على إيد أبوها خلاها تصير قاتلة محترفة. أوكي؟ فهذه البنية تروح تقتل. أنا قاعد طالع يعني ونبي ناكل. قاعد ياكلوا بسكوت شوف بدر. خلاص حركة حركة ستوب. زين. فيدزونها بمهمة حق أوروبا أن يعني تروح تقتل هناك وكذي. فمنو يلحقها؟ يلحقها مدير استخبارات، هذا المدير شو اسمه يعني عديم الرحمة. فيلحقها بس عشان يخليها